ما حكم قول ان الصفا والمروة من شعائر الله قبل السعي؟ هذا ما هو بقول، هذه آية، يتلو آية عند خروجه إلى المسعى للسعي يبدأ بقوله تعالى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا خرج إلى المسعى يريد السعي يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به. نعم.